يؤدي حجاج بيت الله الحرام طواف القدوم حول الكعبة المشرفة في مستهل مناسك الحج، والذي ينطلق بأعداد مماثلة لما قبل جائحة كوفيد-19، حيث وصل أكثر من 1,600,000 حاج من خارج المملكة بالفعل، وذلك بحسب ما أعلنته السلطات السعودية، وهو الرقم الذي يتجاوز بالفعل عدد الحجيج العام الماضي بفارق كبير، فيما لم تعلم بعد أعداد الحجاج من داخل السعودية.